بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الغالين حبايبي المتابعين، اسعد الله مساكم. السبت بدايه الاسبوع، طبعا كان الجمعه والسبت بقدر الحديث وياكم. اذكر الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. اعذرونا على التاخير، السناب اخترب، السناب ما ادري شو دخل فيه وضيع، يعني يد حد بيشوف حد ما يشوف. ان شاء الله باكر بيتم تصليحه، لان نحن في البدايه بنتشرف بالفنان الكبير. مرحبا يا ابو محمد، سلام عليك وسبتك حلو يا حلو. واليوم اخترب سنابني يا ابو الخير. لا اخترب، بيتعدل باكر، بيتعدل ان شاء الله. واللي كان ايش قايل لك؟ اللي كبوه لكل جواد كبوه. لكل سناب كبوه، جواد كبوه، يعني سناب كبوه. وان شاء الله نحب نطبخ فاليوم باكر ان شاء الله بشوفهم. نعم اعذروني والله، كان ودنا لكن بعد تدري تقنياتنا ضعيفه. نعم في ناس اصحاب الشغل يعرفونه، لكن زين احنا وصلنا له. فطبختنا اليوم صالون الدجاج. نعم اليوم دي يغير. وسهلا ومرحبتين الحبيب اليوم قاعد ما غيره من السمك، ما غير محمود لبان دياي صارونة دياكي. كنا دياكي عصر والديال بار البيارات عصر، بناخذ قراري كل واحد ياكلوا عصر. سرنا وخدنا ابو حيد هذيش الفراري يقول سياره. ما شاء الله ابو حيد حرى فراري سياره. اي والله شو قلت لي مسوي لك فراري اليوم يا طالع ويني. يبال ليمون ويبال طويل العمر. شو هذا اتوقع انت؟ هذا ما تعرف هذا هل من البهارات؟ ثوم ميروش. شو ميروش هذه الطريقه؟ اي نعم ها كل تصروفه كنت جايبها من عمان. نعم نعم ثوم حاشا. يا سلام يا سلام. شوف هذا هذا ما يودي. انزين ابو حميد شيء من الصالون طال عمرك، هاي حطنا عن خرعه وايد فيها صالون عربيه صحيح، بيضاء ويومي اسود وبهارات العاديه الاساسيه. نعم هذا الحين هذا الفراري فراري. نعم مودم بماي هذا والثوم الميروش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو يسوي؟ قبر البصل بما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه يغلي على الحين. وبرد البصل وبعطيه بهاراته عشان يشرب بهارات. وعقب شيء بسيط بس يبغى له واحد مبطل دريف ويتمخمخ في طبخة حرية يلش. شيء حرية إلى الفن، هامور الفن العربي والخير. نعم. عليكم صالون الدياي، صالون الدياي مرقة يا وعيش أبيض وأيام الشتوية. شوف المكونات ما يبغى ويا راس ودار الطعم وشو لا بصير. بصل شرايح، طماط أحمر، الثوم، الزنجبيل، الخضرة، اللومي الأسود، البداية طبعا باستثناء الطماط. نرجع يا حبايبنا العزيزين ونضع البصل شرايح. هذا البصل نزلناه شرايح. نرجع إلى هذا. نعم ورد كالعادة 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 كالعادة. يقول لك من البصل ما حصل، ومن الرويد من العويد، من الرويد العويد، ومن الثوم. ها اوريدي ابو اخوي ابوي ها اوريدي عمرك. هذا الملح يلا وانا املح. شو املح الحين؟ هذا ملح. هاي الخلطه لا ملح. ردين يا اخوي على اللومي الاسود. الله هو اكل عادي دوكا بهارات. شو البهارات؟ اليابسه ما ابغى يعاد نقول. لا 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 شيء بسيط يعني شيء على البسيط. ورد يا طويل العمر عليه بهارات. بهاراتك العجيبه هذه الله الله يا الله يا اخو. يا الله هذا مو بهارات دوا، هذه عمريه. سلام هذا عطر. هذا العطر شوفوا يا الله. التوصيل قريبا لعمان
حطينا لوكيشن والمسؤول على التوزيع في سلطنة عمان الحبيب يستاهل لوكيشن يستاهل والمندوب يا سلام. هذا الكركم شو قال ابو الخير؟ اهل التكاكين بايعوني كركم وانتم نسيتوني وانا اللي وبادي كركم وانا ارمى انساك يلا مستحيل اهل التكاكين باي عاد صوتي اهل التكاكين بايعوني كركم انتم نسيتوني وانا اللي الحنجرة الذهبية الأول في العالم العربي. المهم هذا الكركم هذا الكركم شوية كركم ونرجع إلى أونلاين 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 هذا أبو خباز خبزة خبزة ونرجع إلى أبهار أخوكم زين الغالي وياسين ونسولف انا يا ابو حميد الخير خيرنا والشر لغيرنا طنش تعش والحياه هيك هيك الله بده قال لبناني لبناني قال هيك الله بده شو بدك يا حريه بدي اعمال امرق قال اخوي بالخير والمرقه هذه متميزه اول شيء هذا رقم مال لبنان كثير بس والله الرمس اللبناني ولا شيء احلى منها تفضل انت الله عايش جاي خبرني يعني حلوه مثل شو بقول انت يعني غاويه يعني فنانه شرا شو يعني جميله مثلا رائعه حلوينهم وهم ولادهم طيبين نعم يعني تقبرني تدري شو معنى تقبرني؟ نعم شو يعني؟ يعني معناته انت غالي انت لا 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 شتان ولا طش يا فضل يمدح ما يدري يعني يا ابو حميد تقبرني انا سالت عنه اسم الله علي علي لا تقبرني ولا انا اقبرك لان كلها يعني تقبرني يعني يا ايام يوم يموتون او انا تجون للميت بس يستخدمونه حق عيالهم حق العزيزين عليه فكذا لا تقبرني ابو المنى ولا نبر حد فهذا حنشوف هيك ما نطلع شويه الرحمن الله نعم ونسوي الكاش الصابون يا الله يا الله نعم الماي زايد ونخف كل من الماي وتعك الصالونه ما عقبها صالونه هذا الزبده وهذا الثوم اللي يروش اي نعم لاني انا عمدا زدت الماي لكن لان الجذر انت تتحكم فيه اي نعم خلصت من الماي اي نعم انزل ابو حميد والحين هذه هي خلط بلط نعم وش يا ابو حميد صور خلي يشوفون شقايق الصابون يضرب بعد ما شوي في الماي ينظف في البهارات المستعان داخل حليل يا ابو حميد راح انت الفراري كل واحد بالعدد شفتوا حياكم الله بالخير والنور والسعادة صالون سوينا اليوم في ناس يا جماعة تطبخ وتشوف الطبيخ وتخبط الصدقون يا ابو الخير امس شفت واحد يطبخ شو مال عمان محطي خوص نخر ما سمعنا شوع عادة يحطون سمعنا موز حتى ورق اللومي ورق اللومي خوص نخل ما اسمي تأليف يعني يمكن تأليف جديد تأليف إيه. شوف صابون طالع بالخير نعم بوي شوف الملح عمي يا الله ميد اليوم شرف الشكل يا خالد شكل هذا اللحم متعب
والله شكلك انت اللي مشرف قضاء العالم. لا الله. بعدني ما تاكدت. شوف. تبالي ملح؟ جميل احسه. ها؟ جميل. مره؟ شوي بقليل بس. يبقى شوي ملح بعد؟ بس لا تكثر. ان شاء الله. وخير. رد في كلامي. قال مرة ثانية لا أكد قال الملح صغاوي. يلا. يعقوب ما تأكد عاد عندك أنت. الحين بعد طول عمرني أشوف. لا لا زين زين أبو محمد. أوكي مرة. مرة. 10/10 أبو عبيد تمت الموافقة ويوسف تمت الموافقة. شوفوا نحن ياسين. أبو عبيد جايب لنا تمر اليوم. عبيد تمر عجيب. هذا مجدود. زمزمي يا رك الله هذا مسقي بماي زمزم دومك لكرمك وافي يا ابو عبيد الله يخليك هذا من طيب احنا قاعد على طول خباز خبز احنا نقول هذا عمي نستعليف ويسوون حريه زين سوينا كذا كذا ما يخصني انا علي من نفسي اللي بيسوي سوي راحت انتوا شو رايكم كلامي انا خدمه طوعيه خدمه انسانيه من غير انانيه الغالي حبايبي لو سمحتم كرمتم انتم طيبين اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وذكر اطمئن نقول انا يأس واستانس ويا الجدر سبحان الله شوفوا صالونتي وحكموا علي قالوا من يوم الجر ما تم بالوادي شجر هي طالعوا صانت حرية بقبق ايه شوفوا ايه هاي العربية الأولية يا الله يا رب يا الله 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 طاحت خير عمي بديت حي الله الخبر يا مرحبا بك حي الله الشارجة حي الله يا علي الأولي كيف حالك يا زمان سمنان الله يحفظك يسحب سمنان ولا حلوان 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 يلا سكر الجدر حطه على ناحية على حطه برا وده شل الجدر وده برا على نار هادية حط برا على نار هادية وانتو سووا القيمات هني يلا شيل شي بابا شل الجدر خلصنا بنتغدى وقال ان شاء الله اسمحوني ما قصرنا فيكم خدمة طوعية خدمة انسانية من غير انانية ويا اخوكم حرية حي الله بالخبر مر علي اليوم حيلة تعبت يلا يبو الجدر يبو الجدر شله حطه هني حط عند السمك خلي خيف السمك المشوي خلي حط الجدر فوق هناك خلي مره خلي على راحته لين وقت الغداء على اليمر الحين بيمشي غدا هذا غدانا الساعه 4 العصر رحله استجمام اوهو ما السلام عليكم الحبايب وصلنا للصالون الحين تطبخ تقلب الله شوش قاعد افتح 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 خلاص شوف الصالون اشوف يشوفون ربع الصالون الله 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 واللي بلا بيح موجود واللي بس سبرين موجود افتح افتح باب شيل فوق افتح فوق هذا ايه ايه بس عرفوا يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم شو راح ايه على نار هذه شيل يا شيل الجدر صبر صبر حط الطاولة هني يا ريب الجدر يب الجدر يب الجدر يب الجدر ايه تورا تورا لا صبوا وتحرمنا الصالون الغاوي الله حط الجدر ايه يا ربي يا الصالون شفتوا احيبه غرفه وسهلا ومرحبتين فنان عبد الله اخوي صالون تقطع العمر زين شوف يا سلام بطلع لك الدجاج اول ها ايه شفتوا هذا الدياي ما شاء الله شوفوا ذاب 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 اصفرنا الفراري ذاب ذاب الفراري وحياته ولا فرري ذاب ما بعد ذاب صبر 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 دياي فراري صبر فراري شو شايل
شوف يا ابو حميد، شوف يا ابو حميد، طالع هذا هذا الله المستعان في اشهى من كذي بعد ابو العلم. يلا 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 هذه بس تشمها وتشبع. عطني الملاس هذا بس هذا الهيري الغالي الساعه المباركه نورت البداير. صح ابوي جوع على اذنك تفضل باش اللي قطعتين. نعم بسوي لي فريد في البيت عشان خاطرك شيل. نعم محمد شيل بسوي لي فريد. نعم نعم اي نعم ايوه ايوه حرام يعني. ها يعني اشوف هاي كل ما اسوي فريد. يا والله بس 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 ايه ما بقول لك هاي هاي بموها لك في الليل. شيل هاي يلا ابوي هاي شيل هاي وبالعافيه. يلا ابوي شيل بتغدى وبتعشى وافكر اتريق بعد. نعم خذ ولا خذ. اتدخن اتدخن شوفوا يا الله ابو حميد يلا يبال على التمر الحين. ابوه يا الصغاويه ونحن سعيدين يا سعيدين بشوفتك باكلتك هاي باكلتك يا ابو حميد الساعه المباركه. ايش حقها ليش؟ شي حمص؟ ايش حقها؟ لا بقول الصلاه. منو اللي قال؟ لا ها مال حمص يبو وصلنا الغداء غدانا متنا يا ابو خير خلاص عقب صلاة العصر اوامر لازم انتو تطبخون ونحن نطالع. ابو الخير ازيدك بس عليك يا ريال مرة عقب مشاكل بدي خاطر. نعم الله يا ابو الخير بنحط لي فرويته خليني اشوف الحين. ها شوي دار صور هذا بس اذا بدك بخليك تزيدني حبيبي مرة. ايه بس بس وتبارك بعد ومي سوداء الله اللي بتخليك تشوفه شكله حب اخوي. اتفضل ايها الفنان. يا سلام يا سلام العافيه عليك. هي نعم ايش ما تسوي يما تسوي يما تسوي جوا يما تسوي اي شيء لازم الله واحد وياي بعد ابالي. هلا هلا باللي ينه متعني جاييني متعني وانا يوم اشوفه ارقص واغني الى الحبيب الغالي بن حاضر. والله والله حسدوني حسن. ها والله حاسديني. اقول لك عين الحسود والله بيشوفوني ترى الحين عين الحسود هذا وهذا بعد ولده ما شاء الله وهذا دريو المالك وهذا القيماته وهذا هريسه واحطك على عيني وراسي وانت الغالي واحسن منيني عندي احسن عنك محلك عينك الفراش وعين الحال كله ولا من حاضر. نعم ما عايبنا يشرب من وين البحر. مشكور 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 الغالي وصلت مهري مشكور طول الله عمرك على الهدايا. شوف وحدة لي وحدة حق بالخير. نعم والخير هاي وحدة حقك عادي. شوف شوف محلاها محلاها مثله. نعم لا وكلها عيناوية المهيري عيناوية يبلنا. هاي ما يقصر يبلنا شيء حلو عيناوية. ما يستور. نعم يا الله انت عندك عجلة سبعة شتوية. ايه نعم شكرا شكرا عيل الحسود فيها عود. هاي انزين والخير ابوي ايام اشتاء ما يقصر ما يقصر ما شدينا الا جاي بسفرته. جزا الله خير طول الله عمره الله يبارك في حياته. انا 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 حريه واحب الهديه والبلاستيك خليه يا رب خليه صور هديه